قسطي يا مسلمي وصلت على الشافي على المذنبين محمد التهميم الصباح الدين ضي المنير من منمي يا اهل الايمان مخطوف وخايف من شر الزمان اخديت عبرة منه بعد ما كنت عميا وانا يا بصير قصدت واحد الفقيه مفسر المنام قلت له بالله عيد عليا هذا العلام ما قصيت في منام يعيده لي بالتمام بالتفسير بديت له منامي وقلت له وش تصار هدف عليا فارس غريب الباب الدار في يدو استدعى وقال خود الخبر بلاك التحير قال لي خود استدعى وروح للسلطان غدوة في الظهر تحضر ليه يا فلان ونعلمك ما تطمع تكون هربان ولا هجير بقيت وحدي من الخوف غير نفكر من يسلكني في هذا الحديث الوعر من هو يجي في مكاني للسلطان يهضر من هو قدير قلت نقصد حبابي ثلاثة بالتبات ونخبرهم بما جرى لي بالتفصيلات يا درا يساعدوني من نرى لي عات ولا ضرير كاين فراق بيني وبين الصدقان الاول حبيبي في القلب والتاني بلسان والثالث منطق نشوفه بالعيان ولا عشير رحت وقصت الاول بين الحباب خبرته بمجرى لي خداه الرهاب قال يا صديقي من تيقل هذا الحساب ماني وزير كان بغيت للبيتك نفديك بيت المال واذا بغيت الغنى نرجعك دمال لكن للسلطان من تيق بعمال ولا تقرير تعرف معرفتيك والاهل اطلب الشي اللي بغيت نعمل من فوق هاد الشي ما عندي مثلك كيف الندي انكرني حبيب الاول وضحيت دهشان اقصد حبيبي التاني من هوى بلسان ليه نشكي ونبكي بالدمع العيان قال لي خير قتلوا بحق العشرة اللي تعاشرنا واسمح لي هادي مدة ما تشوفنا يا صديقي راني مصيب عن سلطاننا وخايف كثير يا درا تعاوني ليه بشي جوال عندي ميعاد معاه في الظهر بسوان كون معايا ما تتركني وحيد في الهبل اللي صبيه قال لي ياك تعرف معرفتي يا الحبيب وانا لدك سلطان راني غريب عمري ما لقيتو قدامي قريب ولا نظير كان بغيت من بيتك حتى الباب القصر
نعمل لك ما تتمناه بكل القدر، واللي في دار السلطان كل شي واعر ما عندي سير. تهوال زاد عليا وزاد لي الحزان، ما ظنيت يجفوني دوك الصدقان. من يتكلم في مكاني للسلطان بقيت فكين، صلاة على الهدي جد الحسنين، محمد المفضل من جاب الدين. كثروا في صلاته يا المسلمين مفتاح الخير. تهوال زاد عليا وزاد لي الحزان، ما ظنيت يجفوني دوك الصدقان. من يتكلم في مكاني للسلطان بقيت فكير، قلت مازال لي التالت والخر في الحبال، كيف نحشم وجهي ليه بشي طلال. عمري ما قيمته يلو بشي جواب كان لي حقير، يلزمني نحثو بما جرى لي. يا درا يستقبلني ويقبل سائلي، دقدقت ليه في الباب وقلت له اسمح لي اراني ضرير. استقبل بيا وحياني بسلام، يا صديقي اشجبك ارد عليا الكلام. قلت له النهار عليا اليوم كحال وظلام، ماني بخير انا اللي كنت سعيد وكنت، انا اللي كنت مسرور وكنت سعيد، تركوني صدقاني وخلوني وحيد، بقيت غير انت يا التالت يا ضرات فيت ليا كثير. خذ القصة ما صار لي في النهار، جاني فارس باستدعاء الباب الضانع وقال يلزم السلطان تكون حضار كيف ندير. كيف نقول له يا صديقي كين الحال، كي يسألني الجواب ماني تايل، منو راني خايف وخاطري حرق ليه حقيق. شد يدي وعنقني وقال يا فلان، مادامني معاك ما تخاف ما تكون حيران. انا نكلم السلطان بطيب لسان وانت بصير، راني معاك في كل شدة يا صديقي، وين ما تروح انا ديما ليك رفيق. ياك انا حبيبك فلوس عوديخ ماني نكير، ما تخاف هذا السؤال روح ما يحير، ونبيلك انا عزم الحباب، ما نخطيك حتى يتنور حالك وتمسى بخير. استغربت من صديقي وضحيت دهشان، وصرت من الفرح نبكي بدمع العيان. قلت ما ظنيتك تكون يا وجه الحسان نفعوني قدير، صلاة على الهادي جد الحسنين،
محمد المفضل من جاب الدين، كثروا في صلاتهم يا المسلمين مفتاح الخير. استغربت من صديقي وضحيت دهشان، وصرت من الفرح نبكي بدمع العيان. قلت ما ظنيتك تكون يا وجه الاحسان في عوني قديم، هذا ما قاسيت يا مفسر المنام. راني حيران ما فهمت كل هذا العلام. تبسم الفقيه وقال خذ الكلام كل شي خير، بسم الله نشرح لك المنام بتبان. خذ الكلام صحيح فيه شي معنى، بعد ما تفهمه تصيب سبع حاجات في التفسير. اسمع كلامي مليح وخذ العبار، واستغفر الله طول الليل والنهار. قوي ذكرك في محمد المختار مفتاح الخير. نبدأ لك التفسير بيت الأول، نبدأ لك التفسير بيت الأول. الفارس ما هو إلا عزرائيل، جاي قبض روحك بلا عصيان بلا عطل وبلا حشير. خذ كلام التفسير بيت الثاني، استدعى هو أجلك يا إنساني. الموت لحقاتك من عند الفقاني الله القدير. تفسير بيت الثالث فيه السلطان، ما سلطان إلا الله رب الكوان. لا شريك له عظيم الشان في كل شي نظير. تفسير بيت الرابع فيه القصر، هو باب الموت وهو للقبر. تحت العهد يخاطبوك كيف تهضر مع النكر ونكير. تفسير الخامس فيه حبيبك الأول، هو مال الدنيا يخطف العقل. قدام الله ذاك شي حاجة في الما فيه النعير. تفسير السادس فيه حبيبك الثاني، وهم حبابك الأهل والجيران. ما يلبسوش معاك لباس كفاني يوم الغدير. تفسير السابع فيه حبيب الثالث، هو فعلك يبقى معاك مورق حتى اليوم القيامة يقيف ويحدث بكل الخبير. هذا ما وجدت في تفسير منامك، بلاش كربي نبهك بالتوبة خير. استعد بالله وخزي شيطانك بليس الغريب. ما تنكرش الموت تجيك بلا غفل، لو تعيش كما سيدنا نوح لابد ترحل. توب للحي الواحد موفي الأجل ما طرى عسير.
قيم بدين الإسلام والخمس الصلاات وثلاثين يوم رمضان صومها بالتبات زيد حج بيت الله وعطي الزكاة ودير الخير ما يمنعك المال ولا ولادك لا حبيبك لا جارك ولا أهلك ما تلقى حاضر معاك غير فعلك يوم الحشير دين الإسلام هو الربح وراس مال دين الإسلام يحيي القلوب ويفجي الهوال دين الإسلام تفوز به في كل أعمال شانو كبير عام 83 نهيت هذا البيان وصلت على الهادي خير الحسنات هذا التنبيه من يستهزى بالصلاة واللي غريب نختم قولي وندعيك يا رحمن نجينا من شر المنافقين أهل النيران واستر أمة النبي طه العدنان في كل الخطير العين والبا والدا البحر وفي المعان الميم واللام والكاف طلب الحسان يا ربي نجينا من صهد النيران كبير والصغير صلاة على الهدي جد الحسني محمد المفضل من جب الدين كثروا في صلاة يا المسلمين افتح الخير يا عاشقين زاد شقي في من هويت يا عاشقين زاد شقي في من هويت خير الورى المصطفى الرسول يا لا لا الجلال خير الورى المصطفى الرسول آه يا لا لا يا لا لا يا لا لا Thank you.
يا جمع الكرام سألتكم بالله زدوا فيه الصلاة على رسول الله. اسمعوا يا معشر الحضة زدوا في صلاة بسر والإجهار محمد المختار الهادي التهام ابن عبد الله زيدوا في صلاة على رسول الله. يا ربيع الأول الفرح فيك ظهر والخير فيك قبل ربيع اكمل لقد جئتنا بخير خلق الله زيدوا في صلاة على رسول الله. يلا ارحمنا وجلي كل يالله ارحمنا وجلي يكون الغيار وعلى الصلاح يالله تبتنا توب علينا ونجينا نطلبك تغفرنا بشرنا بدار الجنة. بشرنا بدار الجنة انصر المؤمنين يا كريم القهار لا تغويهم الفن يا دار الغرور وانصر ديننا من القوم الكفار يا خلق الأعمار. فجي على عبادك ما يراو الفجور نجينا يا ربي من نار الحمر. يمسلك إبراهيم لهفة النار يمسلك إبراهيم لهفة النار يا من داويت بدواك سيدنا أيوب وشفيت سيدنا يعقوب يا تواب وغفار ذنوب ناوي نتوب وفي لي المطلوب ناوي نتوب وفي لي المطلوب
وسترني يا كريم من الهول والوزار، نجيني من دار الحزن ودار الشرور، ان شاء الله روحي ماتتك بخساره. يا خلق العمار فاجي على عبادك ما يراو الفجور، نجينا يا ربي من نار الحمار. يالله وفي طلبي ما نرس هدنا، يالله وفي طلبي ما نرس هدنا، لطريق الصلاح يالله هدني وعلى شهادة تبتني، كي تخرج الروح فكرني جد عني في قبري وكفاني. جد عني في قبري وكفاني، أرياض الجنة اجعلها لي دار، واجعلني مع المؤمنين فرح مسرور، ما يزهى قلبي نرتاح ونبرا. يا خلق العمار فاجي على عبادك ما يراو الفجور، نجينا يا ربي من نار الحمراء. توب علينا وجلي كل الغيار، ربي توب علينا وجلي كل الغيار، فجي على عبادك يا رب الوهاب، ما يراو صهد النار الهاب، وجعلنا عند نبيك قراب يا تواب، اغفر من عصاك وتاب، يا تواب اغفر من عصاك وتاب، واجعلنا يا الله في كفالة المختار، يوم المحشر انعمنا بدار النور، لطفنا يا رحيم الهول والوزار. يا خلق العمار فاجني على عبادك ما يراو الفجور، نجينا يا ربي من نار الحمراء. وزار المروة والصفا، شرب ما زمزم بالطفا، وهل الوقفة في جبل عرفة. وهل الوقفة في جبل عرفة، قوي محبتي في سيد البرار، يا عظيم الشان منشي الأمور، وقوي للإيمان يا رب كل قدار،
المحشر كل واحد بيبنوا له السراب. ذاك اليوم فيه 50,000 عام ما ينفع لبكى ولا نبان، من عمل الخير ما يرزحان، أهل السلام يفجاو يوم القيام. أهل السلام يفجاو يوم القيام، متاع ربي ينجى من ذيك النار، ربي يجعلو مع المؤمنين مستور، ويجعل منزلو في الجنة الخضرة. يا خلق العمار فاجي على عبادك ما يراو الفجور، نجينا يا ربي من نار الحمر. صار عمات من فعل سيئات، بصار عمات من عمل سيئات، ندم على فعلي يا رب القهار، اشفي ذاتي وجنبني من الشرور، شكي باكي طالبك المغفرة. يا خلق الأعمار فاجي على عباد ما يراو الفجور، نجينا يا ربي من نار الحمر. خايف نضحى حقير، كيف نجاوب النكر ونكير، يا ضرع بالشر وإلى بخير، اش من تطبير قدامهم اش يصير، اش من تطبير قدامهم اش يصير، اذا عملت حساب الفانية ما نرى شرار، يغفر لي ربي ويجعلني مسطور، ويتبت قولي قدامهم كل عيارة، اجعلنا يا ربي في حماية المخطأ. اجعلنا يا ربي في حماية المخطأ، يا الغالي يا الرحيم يا ربي يا رحمن، دخلنا في باب الرضوان، القريب وجميع الإخوان، باب النيران لأهل الشيطان. باب النيران لأهل الشيطان، وجوه المذنبين تدبل وتصفار، غواتهم الفنية دار الغرور، ما عرفوا قيمة رسل قوم الغدارة. يا خلق العمار
فجيع لعبادك ما يراو الفجور، نجينا يا ربي من دار الحمراء. اغفر وارحم نظم الاشعان، يالله اغفر وارحم نظم الاشعان، ونعرني يالله من قوم مهانك، وارفق بجميع عبادك يا ربي اهدينا لطاعتك، عبد الملك يرجى غفرانك، املا لينا الخير كثير يا الجبار، وارفع عنا الشر واهل شرور، اهلي وجميع احبابي وهذا الحضره، يا خالق العمار فجيع لعبادك ما يراو الفجور، جينا يا ربي من النار الحمراء، له جبريل ليلا بالقران، ارتقى من حينه سبع انتباه، ودنا من ربه اتلقت محياه المهيمن بسلام، ثم حياه المهيمن بسلام، وسعى ما بين زمزم والمقام، قامه جبريل ما بين يديه، كذاك رضوان قدس المعالي، تحيات زاكيات تهدى إليه، محد الحدي ومانع الحمام، محد الحدي ومانع الحمام، وسعى ما بين زمزم المقام، المنادي ناداه لما وقف، يا رسول الله إذن لا تخف، وراء الجنات حقا والغرب، ثم حياه المهيمن بسلام، ثم حياه المهيمن بسلام، وسعى ما بينانا زمزم والمقام.